من النجف ينضم إلينا نقيب الأطباء هناك الدكتور حيدر الشبلي لمناقشة ملف كورونا. أهلا بك دكتور حيدر. يعني حدثنا يعني هناك حديث عن منع المتأخرين عن لقاح كورونا من الدخول إلى دوائر الدولة، كيف يمكن ذلك؟ ما الجدوى من قيام بهكذا قرار؟ وحدثنا أيضا إن كان لدى السلطات الصحية في الإقليم قرار مشابه. اهلا وسهلا، شكرا لضيافتكم في هذا البرنامج. بالنسبه للاجراءات الحكوميه، خلينا نقول انه في مو اجبار وانما في تشجيع الناس على التلقيح، ماكو اجراءات جديه نوعا ما. لو كانت هنالك اجراءات جديه باجبار على الاقل الموظفين او المراجعين للمؤسسات الحكوميه باللقاح من خلال الكارتات الخاصه باللقاح، اعتقد صح يصير قبول نوعا ما او زياده في عدد الملقحين. احنا نشوف انه لهذه من طرح اللقاح لوصوله للعراق لحد الان نسبه التلقيح لا تتجاوز الاثنين اقل من 2%، ولو نقارنها بالدول المجاوره او دول العالم الثالث لو صح التعبير لنجد العراق انه اقل النسبه من البقيه. اعتقد ثقافه المجتمع بعد هي غير جاده، وهنالك بعض الوسائل الإعلامية لا سيما السوشيال ميديا والثقف ضد اللقاح أو الثقف على عدم وجود كورونا بحد ذاته، وما كف التحرك، لأن هذا أعتقد هذا الأمر يمس مثل ما أنه الإرهاب يمس أمن الدولة. فهذا أيضا هذه الدعاءات وهذه الأكاذيب التي تمارس من قبل الدجالين أعتقد أنه تمس الأمن الصحي الذي لا يقل أهمية عن الأمن القومي للبلد. دكتور حيدر، يعني بعد الرفض الشعبي للقاح البريطاني، هل هناك أسباب أخرى ربما غير معلنة أسفرت عن إيقاف استيراد أسترازينيكا؟ هي بصورة عامة اللقاحات لحد الآن كل اللقاحات مثل ما تفضلوا الأخوة قبل قليل، كل اللقاحات آمنة لحد الآن، ماكو أي مشكلة صارت بأي اللقاحات سواء سينوفارم أو الأسترازينيكا أو الفايزر، أي وحالة وفاة ما موجودة، اي اعراض سواء الاعراض اللي هي وارده واعراض طبيعيه للقاح او اي مضادات حيويه استخدامها ماكو خارج عن هذا الاطار. ولكن هنالك يعني وهم اعلامي جاي يصدر للناس والناس جاي تتقبله برحاب الصدر، بالاضافه لانه بنفس الوقت هناك ماكو التزامات بالاجراءات الوقائيه. اذا انت ما تاخذ لقاح وما تلتزم بالاجراءات الوقائيه يعني الوضع نحو الهاويه، يعني تتوقع انه بين فتره وفتره راح يصير حجر صحي، بين فتره وفتره يصير الحظر، وراح يتاثر المواطن اللي هو اولا واخيرا ما ملتزم بالاجراءات الوقائيه. طيب دكتور حيدر، مع على فايزر يعني او لقاح اخر، ما مصير اللقاحات الاخرى؟ هل هناك ضرر من تقادم الخزن او ربما فقدان الصلاحيه لهذه اللقاحات؟ هو لحد الان ما متوفره بالعراق بالكميه اللي نقول كميه كافيه. بالنسبه على مستوى النجف فايزر يعني اخذوا اللي استلموا الجرعه الاولى حاليا فقط استلام فايزر، بالنجف هي للجرعه الثانيه، واعتقد نهايه الشهر، لان يعني تدرين انتم من مثل 2000 او 3000 ياخذون جرعه اولى لازم انه تحجز لهم الجرعه الثانيه، فالجرعه الثانيه حاليا صار لهم تقريبا اسبوعين يستلموها. نعم. بالنجف نهايه هذا الاسبوع اعتقد راح تتوفر الجرعه الاولى من فايزر لمحافظه النجف. نعم. بالاضافه انه متوفر استرازينيكا، متوفر سينوفارم. نعم. بس اكثر اقبال بالنجف على الفايزر. نقيب الاطباء في النجف دكتور حيدر الشلبي، شكرا جزيلا لوجودك معنا.